الثانية ابتدائي. السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات. اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات سنقوم بحله معا. بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الأول: أكمل الشريط العددي لأتحصل على متتالية أعداد. لدينا الشريط وعطونا العدد 270، قبله أحسنتم 269، ونصعد 269، 270، جيد، 271، 272، جيد، 273، 274، 275، نراجع، 269، 270، 271، 272، 273، 274 و275. التمرين الثاني: اكتب الأعداد بالحروف أو بالأرقام. لدينا الأعداد 286، كيف تكتب؟ تكتب 200 أولا و 86، 86. لدينا 709، نبدأ بالأول 709. لدينا هنا بالأرقام بالحروف ونجد بالأرقام 400، نكتب 400 وخمسة، لا يوجد عشرات، نكتب 5 و0 10، 405، 600، 31، 31. التمرين الثالث: أحيط المبلغ اللازم لشراء كل لعبة. لدينا لعبة حافلة أو قطعة حافلة، مبلغها 246 دينار. يجب إيجاد القطع النقدية حتى نتحصل على مبلغ 246. أولا نقوم بتفكيك 246 تساوي 246 200 زائد 40 زائد 6، نفكك 246، ثم نبحث 200 200 وجدنا 200، ثم 40 أين العشرات؟ 10، 20، 30، 40، ثم الوحدات 6، 1 2 3 4 5 6. إذا 240 + 6 مطلوب منا هو تحويط المبلغ. نحوط، نراجع، 200 + 40 + 6، 246. اللعبة الثانية وهي كرة، مبلغها أو ثمنها 460 دينار. نفس الشيء، 460، نفكك 400 + 60. نبدأ بالمئات: 100 200 300 400. بقي لنا 60، 10 20 30 40 50 60، ثم نحوط. نراجع: 100 200 300 400 10 20 30 40 50 60، 460. وهكذا أحطنا على المبلغ 460. نواصل مع الاختبار. الوضعية الإدماجية: أعطى الأب لسمير 250 دينار فاشترى لعبة ب 120 دينار. قم بتشكيل المبلغ المعطى لسمير بالقطع التالية. كم تبقى عند سمير؟ لدينا قطع نقدية من فئة 100 دينار، من فئة 20 دينار، 10 دينار، 10 دينار، قطعة نقدية من فئة 50 دينار،
200 دينار و20 دينار. أعطى الأب لسامير 250 دينار، فاشترى لعبة ب 120 دينار. قم بتشكيل المبلغ المعطى، كم أعطى الأب لسامير؟ أحسنتم، أعطاه 250. نبحث عن 250. 250 لدينا، يمكن أن نفكر بنفس الطريقة. 250 تساوي 200 زائد 50. 200 ها هي 200 و50 هي 50. 200 قم بتشكيل المبلغ المعطى، حوّد المبلغ المعطى 250. بعدما قمنا بتشكيل، السؤال الأول والسؤال الثاني، كم تبقى عند سامير؟ لدى سامير بعدما أعطاه أبو 250 كان لديه 250 دينار، فاشترى لعبة ب 120 دينار، كم تبقى؟ كم بقي؟ عملية، أحسنتم، عملية الطرح، نكتب 250 المبلغ الذي لدى سامير ناقص ثمن اللعبة 120 تساوي، نقوم بالعملية عمودية، 250 ناقص 120، صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص اثنان خمسة ناقص اثنان، وشرطي باثنان تساوي ثلاثة، اثنان ناقص واحد تساوي واحد. نكتب عملية أفقية 130. نجيب عن السؤال، كم تبقى عند سامير؟ تبقى عند سامير 130 دينارا. وهكذا انتهينا من الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.